أشواق جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة شبابية بامتياز. الخبر من قلب الحدث. كيف ما عودناكم دائما حوارات حصرية مع الفنانين ديالنا. اليوم معنا السي محمد القلا، مرحبا بك الأستاذ ديالنا وشرفتينا بالحضور ديالك، مرحبا بك. بارك الله فيك. إذن مرحبا بك سي محمد القلع مرة أخرى، كيف ما شاهدنا وكيف ما لاحظنا أنك تغيبتي مؤخرا على الشاشة الفنية، شنو السبب؟ كان واحد شوية ديال المرض واللي خلاني بعت على الميدان واحد 3 سنين، وبالنسبة لي أنا ما بغيبش على الميدان، ما أنا وخا ما كانش كنكتب كنوجد شي حوايج ديالي اللي هما خاصين بيا، مثلا أغاني تحسيسية، أغاني توعوية، بحال مثلا أغنية على السيدة، أغنية على مرض السكري، أغنية على تبرع بالأعضاء، ودابا بصدد كندير أغنية على المونيكا، لأن موضوع الساعة دابا هو المونيكا، وأنا حاولت باش غندير واحد الأغنية فكاهية على المونيكا. توحشنا الوجود ديالك على خشبة المسرح، واش كاين أعمال جديدة ولا أعمال سينمائية ممكن أنا نشوفوك فيها سيد محمد القلاع عن قريب؟ ضروري غادي حط المسرح هو اللي كي كنصيب فيه راحتي بزاف، معك تعيان ما كنتش كنت غنكون واحد العرض مع تقدا، انا كنخدم مع تقدا بزاف في المسرح، وعيطوا لي العرض الاخر ديالهم، كنت عيان شويه ما استطعتش باش نخدم معهم واعتذرت لهم، ولا بدا ان شاء الله غيكون شي عروض، حنا كنصيبوا روحتنا، حنا صيبوا راحتنا في المسرح، فنان كيحس بالعطاء ديالو وبالوجود ديالو في المسرح، لانه كيتخلص مباشره من الجمهور ملي كيدير شي حاجه زوينه، وكيصفق عليه الجمهور وكيشوف جمهور مباشر وجمهور كيضحك ليه والجمهور كيصفق عليه، هذاك هو فين الفنان كيصيب راحته وكيفرغ داك كنقولوا حنايا داك الموهبه ديالو وكيثقلها مع الجمهور مباشره. سد اخر كلمه انك توجهها للجمهور ديالك العريض المغربي والعربي كامل، وكلمه اخيره لجريده اشواق. كنشكر اولا جريده الاشواق على الاستمراريه ديالها، ديما كتبحث على الجديد وديما مهتمه بالفن والفنانين، كنشكرهم وهما شباب ونتمنى لهم التوفيق في المسيره ديالهم، وما يبخلوش وما يملوش، لانه هذا المهنه مهنه المتاعب، لانه الانسان لما صبرش ما غيستمرش، وكذلك كنقول للجمهور ديالي انا راه موجود الحمد لله، ما حد الانسان باقي حي راه باقي عنده العطاء، وانا كنحبهم بزاف الجمهور ديالي، حيت الجمهور حنا باش كاينين والجمهور باش حنا كنخدموا، واخا كنكونوا مراد كنوضوا نخدموا على قبل الجمهور ديالنا المغربي اللي كيحبنا داخل الوطن وخارج الوطن. سيدي محمد القلاع شرفتينا بهذا الحوار الحصري معنا، والف مرحبا بك، ونتمنى انك تعاود لنا هذا المجيء ان شاء الله مره اخرى والحصري مع سيدي محمد القلاع، وتتبعونا مره اخرى في حوارات حصريه ودائما الجديد مع جريدتكم اشواق.